الفيلم عشان خارجين في موسم عيد الأضحى مع 5 أفلام تانيين، أهمهم فيلم لف ودوران بطولة أحمد حلمي، وقدر فيلم عشان خارجين إنه يحتل الترتيب الثاني في الإيرادات. الفيلم بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم وبيومي فؤاد وطاهر أبو ليلى، والإخراج لخالد الحلفاوي، واللي بيتعاون مع حسن وإيمي للمرة الثانية بعد ما قدموا مع بعض فيلم زنقة ستات. لكن قصة فيلم عشان خارجين مختلفة تماما. تعالوا نلتقي بحسن الرداد وإيمي سمير غانم ونشوف هيقولوا لنا. حالتي حالة، ما بقتش عارف أعمل إيه. الحمد لله الفيلم نجح جدا، وكنت عايز أعمل عمل تاني يبقى أقوى من زنقة ستات كمان. قعدت أدور على فكرة كويسة لغاية لما لقيت فكرة تحمست ليها، وكتبها هشام ماجد وشيكو وفادي أبو السعود بنفس الكرو والكاست بتاع فيلم زنقة ستات، وعملنا الفيلم ده. الرقصة دي في ناس بتدرب تمثيل في أمريكا في استوديوهات، أخدوا الرقصة دي بيعلموها للناس. فبالعكس الرقصة دي لو رجعت عاملها تاني وتالت، وهي صعبة جدا وكان تحول بالنسبة لي كممثل، ومش أي حد عنده جرأة أنه يعملها، فدي كريدت كبير جدا ونجحت. لو في بعض ناس انتقدوها دي يعني وجهة نظرهم، بس أنا مش مقتنع بيهم. يعني دوري ما شاب بسيط بيحصل له مشكلة في حياته بتغير شكل حياته خالص لفترة ما، والمشكلة دي بتحصل بيتم تناولها بشكل كوميدي. والله الفيلم ده اللي عجبني فيه انه اولا المؤلفين انا بحبهم جدا، شيكو وهشام وفادي، فدي بالنسبة لي يعني دول انت تشتغلي معهم وانت مغمضة، زائد ان انا بعمل للمرة التانية مع نفس الكرو اللي احنا اشتغلنا زنقة ستات، سواء كان زنقة ستات سواء كان حسن الرداد او احمد السبكي، عم احمد وخالد الحلفاوي يعني، وهشام برضو كان اوريدي كاتب مع كريم فهمي في زنقة ستات، فاحنا بحس براحة كده، تحس ان انت في بيتك. فمبسوطة ان الورق كان طالع حلو، يا رب الفيلم يعجب الناس. صدفة والله، يعني انا لو في حاجة، انا روحت حق ميت كان كئيب جدا حقيقة وجميل وبحبه، يعني مسلسل كله أحاسيس ومشاعر، وأنا بصراحة بحب المسلسل ده جدا، بس كله كان تحت ضغط كده، في ملوش أي علاقة بالكوميديا خالص، وكنت مستمتعة جدا. لو جالي حاجة زيه هعملها، ممكن ما تبقاش بقوي نكد كده، بس ممكن يبقى حاجات، بس أنا ما بيجيليش الحاجات العادية، دايما بيجي كوميدي وأنا بلاقي نفسي فيها، فقريب من شخصيتي عادية. احنا أصدقاء بقالنا 8 سنين ولا حاجة، اشتغلنا في الآخر مسلسل كنت فيه ضيف اتشرف وفيلمين، فهماني؟ بس عشان عملنا اعلان وعملنا مش فاهمه، فتحسي ان احنا بقالنا كتير مع بعض، ان هو في خلال سنتين اشتغلنا عملين بس. فلو في حاجه حلوه برضو مع حسن عادي ان نشتغلها، بس يعني اكيد الواحد المفروض يغير، بس احنا الكيمياء بينا ما شاء الله يعني كويس. ولسه مكملين لقاءاتنا في فيلم عشان خارجين، وكان لينا لقاء مع احمد السبكي وطاهر ابو ليلى والمخرج خالد الحلفاوي. من المعروف ان الرقابة على المصنفات الفنية اعترضت على اسم الفيلم اكتر من مرة، وصممت على حذف كلمة البس، وما كانش قدام صناع الفيلم غير القبول بالامر الواقع، لكن بكل اسف كانت الافيشات تم طبعها، فاضطرت الشركة المنتجة الى وضع علامة اكس على الكلمة تفاديا للخسارة. تعالوا مع بعض نكمل لقاءاتنا مع في حاجة ابيحة. يلا هنغيره، غيرنا عشان خاطر رئيس الرقابه، ما هو شال كلمه البس بقى هنعمل ايه؟ الفيلم ده فيلم كوميدي من مواقف حلوه، بطوله حسن غطلان وايمي سمير غانم وبيومي فؤاد، والفيلم بيقول عن مواقف كوميديه حلوه، وان شاء الله يعجب الناس باذن الله. هو بيتكلم عن واحد واحده من عالمين من خلفيات مختلفه جدا، ما يعرفوش بعض، تعرفوا على بعض بشكل تقليدي في قاعده تقليديه جدا، وفجاه بيلاقوا نفسهم متورطين في مشكله كبيره جدا اكبر منهم، وبيقضوا بقيه الفيلم بيحاولوا يفهموا هما بيحصل لهم كده ليه ويخرجوا من هذه المشكله. فيلم في اطاره كوميدي، هدفه الانبساط الضحك. انا شخصيتي فيه بعمل شخصيه هاني صديق ليلى او ايمي سمير غانم. هاني ده صديقها في منطقه الفريند زون، بيهزروا مع بعض، بيضحكوا مع بعض، بيديها نصايح من خلال مواقف كوميدي، اتمنى ان هي تعجب الناس ان شاء الله. مفروض بابايا ومامتي على طول مشاكل مع بعض، فمامتي مش راضيه تخليني بابايا يشوفني يعني، ماشي؟ فبيجيب ناس اللي هو انكل حسن وايمي يجوا يخطفوني، فكل مره بيخطفوني بيتفشل. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهارده، استنوني كل يوم في نفس الوقت
وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان أندرسكور الطبيعية آدرينز، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة إن شاء الله.